بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. عشر كواكب بقولي اللحظات كمدة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. باب العفو عن لغو اليمين. حباب يا هاي عفنت لسودا في لغو اليمين دارت بلاشكا دارت بلاشين لوقس دين، وأنه لا كفارة فيه دارت اللغو جاء إن كفارة قد لا يسكربن، وهو اللغو اليمين كي ما يجري على اللسان بغير قصد. وشيء عرب كذا كل عام عرب أمره هذا نقصد إنه شيء ذكره هاي بغير قصد اليمين أيضا دار له قصدين كقوله على العادة سيدا أصو سيدا عرب كبرتي هذا وكر لا والله بلا والله ونحو ذلك ونحو ذلك يوحي اللمده ما يا والله ويته والله يوحي اللمده. قال الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله إلى إذن قبا ما يدن بإذن كقرم هايو باللغو بسبب اللغو في أيمانكم داره إن بلاشك عن تربق الشيء أيضا دار وقد ولكن يؤاخذكم لكن الله وحيدين قبا يا بما عقدتم الأيمان وحي أدار وقصدين وحي أدار وقد فكفارته دارتي دبطا هيدا دار لوغتشي دي كفارة قدكيسو وحاوي هديل لتشبيو وشيء قد كدارتي آثميسو إطعام عشرة مساكين توا مسكين اللقوذيو من أوسط ما تدعمون أهليكم أهل كنا وحاتي ساني دحدحات كأه أما كسراء آد كقوذي سان طبان كمسكين أو كسوة أما إلا أرد بحشو وحي لبسي مرقاتان لوغدو أو تحيو رقبة أما قور مسلم اللحوريو وكفى العتق. فمن لم يجد نكا انت هيلين فصيام ثلاثه ايام صدح مع الموضوع صومه ويان كفاره قدكو ذلك ارنك الله سو شيغي كفاره ايمانكم دارهني اتبسين كفاره قدكو دي ويه اذا حلفتم مكا دارتا واحفظوا الى لي ودور ايمانكم دارهن وحن بلاش وحا بلاش اكو دارنينا عربكنا دارت بلاش كا الى لي وحن قصد اوجا جيدا باهنا اللغة بكل دارتا ترتيب كاني واسك ترتيب مخير مركا أفرتاس صدح ذا حالي للشيغة إن مساكين لقودية أما الأرض بحشو أما قور مسلم الحرية أما صدح بريل الصوم متكود باكو قفلا لغو اليمين مركا واسداس هو الشيء هذا نقص نعرب كذا وبرتي أما عادة هانا معرب كذا قدور الرصدي. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وإذا وحيتر أنزلت هذه الآية آية بعد السود لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل إنك ودي سي ورهدي سال لك سود هذا لا والله بلا والله ما يا والله سدا ما بلا والله سدا والله ويتهي رواه البخاري. يعني وشيء أن لغة شيء دار عرب إسكبرتي إن قصد يوجد دار منا أنا هاي عن تربقش كي لغو اليمين كي وحو أفبرتي أو وحي دار وقس الدين وإن فريسان هدوح شيء بنان وضعاء هاي هديك لو إن لتشبيه مركامة كفارة هاي شو أمسن يلن. باب كراهة كثرة الحلف في البيع وإن كان صادقا. هل كان مركو حكوتي رقاعيدي هوري قاعد التقليف أيدين سو الشيغي ما شان يضع إلهي أوكلا ساري لغو اليمين كي إيو بما عقدتم الأيمان ووانيغ سو شيغناي تكليف كو وخو خولان يحي لبا ركني احد كا فلك سمين يا وا انو عاقل يهو غراد يا غرشلي يحي شرطي قال لبادنا شي فلكاس روحو انو قستو او سميهو ولا كعيو اجيدو وا انو سميهو وخي مرك عرب قادا كو دوري رسد من غير قصد خولو ما هيستو اجرنا لاغا قوري ما هي دنبنا لاغا قوري ما هيو. باب كثرة كراهة كثرة الحلف دارت بدن إن لا كهذون لا شعان لا شعلين شرعا في البيع مركو على كلا إبسنا يلا جن عسنا يو وإن كان صادقا روح دارنا يو رم به شيء يو رم به شيء يو رنها آت ولكن دارت إسكبدا عرف هذا دارت بدن يو والله إذا بدن كإلالي ولا مركه ولا الدنيا اللي جوجرو جن عس اللي جوجرو رم بقت شيء تده. عن النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف دارت بدني منفقة للسلعة بدي عدي سعوتيسا منفقة وحي سعوتيسا ويبحسا ويسوق أصميسا للسلعة بدي عدي إيو قناع سيقا ممحقة للكسب بركضنا ويبابئسا
barakada beeca iyo xoolaha iyo tijaaradana way dhaawacdaa. Waa magaca Ilaahay aad cuskanayso, aad ku hadlayso, xaggana xurmad darro aad ku hayso, carabkaadu u fudaysanayo meeshii la rabay Rabbi subxaanahu wa tacaala in la weynayo. waxaan muhiim ahayn aan loogu dhaaranin mamxaqatun waxay tiraysaa lilkasbi ay lithamarati lkasbi, shaqada midhaheedii bay baabi'inaysa, tijaarada bay dhaawacaysaa, ribci ka soo bixi maayo, hadduu ka soo baxana ku anfici maayo adduunyo, barakay kugu deeqdaaye badni kuguma deeqdo. mutafaqun calayh. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إياكم وكثرة الحليف إسكا إلى لي دار تبضن إذنك إيو دار تبضن أما دار إن لبضي كالتشير إسكا إلى لي في البيع قنعسي تجارة فإنه دار تبضن ينفق بدعاد سعودية وبحية روحه كآمني مسلم بين كدارا اسم لها روح أضو دار تهوش وعرسته إسليه وحه كاقضانية ثم يمحق كدمنا واترتر ما بركدي سمالي كبحضي ولا واي مرك إلى بيعك إلى لي وهي دار تبدا. رواه مسلم. باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله غير الجنة وكراهة منع من سأل بالله وتشفع به. وحبابي هاي كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله إن لك هذا إلهي وجهي سينا دادك حكو ويديسته وجه إلهي بان كو ويديسته وحا إسيا وجه إلهي بان كو دارشا وحا إيقبتا وجه إلهي إن لغو تبصده أما آدم وحلو ويديستنا الله أقالي غير الجنة جنة يوحي لها الملوحان كأهي جنة إيو دين لفافية إيو خير دادك الله شيئي إيو وحي جنة لغو قليي وحان كأهين أما جنة قد إذا أن كأهين إن آدم لغو ويديسنين إلهي وجهي يا وكراهة منع من سأل بالله وتشفع به يو إن ينا على شعلين نينك إلهي وحكو ويديستي إلهي درتي وحيك سيكويدي أما وجه إلهي كوكبر ريي وتشفع به أي بوجه الله وبالله إرجك ركتي وإسكسو هرمريي أصنع وحلو دي دين الله أقلي أسكا سائلك وحد ويديسانية ee toogsanaya ama wax doonaya inuu ilaahay wajigi iyo alla dirti iyo alla yidhaahdo inaan la jeclay way mamnuuc tahay. haddii asagu derbiga uu jiro uu xad gudbo oo ilaahay u fudaysto innagu inaan danqan weynun ilaahay ninka cuskada aan wax siin weynana inay liidatoy ba'an tahay. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلهي وجهي سلقوا ويديستو آدمي إلا الجنة جنة مويت وحن جنة كآهي وما يتعلق بها الدين تيوح لها المال محايا إلى وحي أرن ديميد واضح كرتاه إلهي وجهي سان كو دارشي إلهي وجهي سان كو بري مسألة داس حكم كذا إيشك محلال بمسوى حرام إن كل لحظان رباي ما يبنانتاي هول دينا ضيتاي أيضو يبنانتاي الدنيا ما ودين وحجنا لوغا لها لكن هدي الدنيا تاي وخطر خطر لا يسأل بوجه الله إلهي وجهي سلقوما تقصده أحد نوح لقوما ويديستو إلا الجنة جنة مويد. رواه أبو داود بحديث كورية أحمد الإمام البيهقي نوح جيا حديثك شعب الإيمان كنت هوك يعني حديثك مجلد كشانات بقول تضوات أن يسدح يفقه سكهد لي وفافع شيء وذاتك محقق أنا هوستو حيني سندك سوى ضعيف أيولي هاي لضعف أحد رواته رواد بركود بعض ضعيف سنة كتشر وحنا أجد وذا اللي يدعو سليمان بن قرم أبو معاذ التميم البصري أي سنة كتشر وذا دنا وسليمان معاذ هي سليمان بن أرقم أي قرم ويكل دويهم بيليهن ولون بيكليهن إن لبكل لبكليهن وسكمد أهين سنة هنيك كتشرنا وسليمان بن معاذ التميمي نينك آد الله الله ويا سليمان بن قرم ويا هاي بخاري وكتب أبو عبد الله البخاري في التاريخ وحاك الراعي دار قدني خطيب البغدادي وحاك ذو كهر رئي وقبا سيداس وخطيبك دار قدني كهر رئي أبو داود صاحب السنة وكذلك أبو جعفر العقيلي في كتاب الضعفاء الكبير جماعة من السلف وآي الحديث با قبال لبضني إني كالدويني سيدون مهان نقوتي هذه اللي ورعه سنة كنينك كتر إنو يسلام وقر من ضعفه وسم متفق ما هو الصواب أنه صدوق حسن الحديث إنه يهيباد مودة حافظ حجر تقريبك وحول هذا سيء لحفظي يتشيع ذهبنا بروحول وصالح الحديث
ميل لو حكجيري وليس بذاك قاله أبو زرعة وغيره سداس الشيخ ننك أسقى سوى قابل سنين مقرن عفوا التميمي بخاري كوري بخاري بأسوى صاري حديث متابعه معلقا مسلمنا أصنها الحديث ومرفوع أوريا متابعة أبو داود غير كبا وحكورشة لما مرك التوثيق وقيمة بدن أوسن شيقين حافظك إيه ذهب ما إيسن كشيقين في التاذيب ولا في فروع ولا في كتبهم باجروا أبو الحسن حي المدينة شيخ البخاري إمام أهل العلل وحوليه لم يكن بالقوي ننسى أسيحك بدن ما أهين وهو صالح لكن دين تيسي حفظكي سوى إسكرون ياي أبو بكر البزار أو بصريين تآدوا يقانا لوغان الضنبي نكا نوا بصري وحو يري ليس به بأس لبدا التوثيق ما إسان شيغين المهم نكا أحمد نحن بالحر واثقة بل وحو قارسيي أساقابا كسر حق حفظك مرك قاركود رقوا وين وسبيان الثور وكمدي هاي يا شعبة كمديين حق قبشدة أحاديث قاركود مرك لو الكيسو سؤال كعلي حروا لا بأس به لكن كان غاليا في التشيع ساسو الشيغي محمد بن عوف الطائب أسوق التوثيقية حاكم با توثيقية إنك اللي يدادو ابن حبان في الثقات بيكو توثيقيين إنك مركب ورك ذهب أو شيغي أيا الرون صالح الحديث ابن عدي في كامله انتو ترجمي سئاد وغه الله ومفاريدي سكياني وحيري وأحاديثه حسان أفراد وهو خير من سليمان أرقم بكثير الكاسو لما ري مركا سندكو إنو السغنية هاي أياد مودا وتحسينك وحوك بدنيا هاي سداسين مركا كدينينا مركا حديثكم معناها محلو قيدي غير الجنة محلو يدي غير الجنة هذه اللي محانو أرى عنا وحي أسباب تجنة أيضا واللمضو إلهي وجهك أما درتي والسكوة دي سنكر حديثك بهز من حكيم عن أبي عن جدي باكو ينبابك نبي محمد بن أمي بالمكاسة إني أسألك بوجه الله بما بعثك ربك إلينا إلهي وجهك إسانك وداري محور ربك كل صوت دريو فرين النوس دا نبي الله قال بالإسلام بالإسلام نسائب حديث كاورية أحاديث بضم باكو تمد ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله فلم يعطي نينك إلهي وجهك صدق حكوة دي سوا ملعون نينك إلهي انت الغبر يوح بحن واي أسوى أودنا وملعون وحاشر دي لكن وحا لقوة دي سنوية إناد أوده وحاكل وشرطها وحينو بنايا إلهي وجهك سان كوهو يديستي باني ومخنا تعقاطان كلهم يازعون إيسا مزعور إيسا وحوينو بنايا هاي حقا ناد أوده شرطها حديث ربضان حديث كي ابن عمر كي أو إمان دونبا كي أبي موسى الأشعري كي أبي هريرة كي أنس باكو يمد خطرت كجرت إلهي وجهك سامع ألا درتي إن أدنيا لسكوهو يديستو حقنا خطرت هاي هدي إلهي درتي يوجي وحلو ويديستو وهولا الدنيا إن الجواب في عنك بحن ودنا وخطرك لي وأقول سأل لي مركا الله يسكى إلى لي وعاني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله أحد كالله مغنقله كم مغنقله شيء بنان شيء بنان فأعيذوهم مغنقلية شيء بنانه إسكام موبح والله كم من قالي وين الدين قلي سوي فأعيذوه ومن سأل بالله إنك إلهي وحيد كوة ديستانا فأعطوه سيئا إلهي وحيد كوة ديستي سيئا أصغر واخل دنيا إذا وحيابه وحاجر روح أصغر ممنوع كاه لكن أضغو أد بحين كرتو أحاديثنا لو دري شضا مركا قار قدوارة لالوش باد بحسان أوض هنتيتين إيوه ما عكينا كود دفاع عن إنسان هي خطر قصوف ولا إن هذا دينكم بحسان مركز وكلا أتحق إن كود دفاع عن إنسان ويبنان تهاي كقاضنا ينا حرام بيكوت تهاي حرام بيكوت تهاي أحد كانوا كلا إلهي وجهي إلهي ما عيسى كود إنسان هؤلاء الدنيا إلهي بوقر صدي معصي كل عي أصو لكن أذوق إن هذا حسيسا واجب هو هذا أوده والإلهي حرم يسوع إن أذوق بحسه واجب أن نقطع وحكوا ديسي ماشوا صومرنا ووادخل دن وحاران مرك أخذك يا معطق مر بيسقوا إدارنا يا مرنا وحين نقول الله بده بدن بيليال سيد الربا إنك قاطيو إنك بحشة خمرة إنك عبي إنك كينة يا صودي ياريا
ومن سأل بالله إنك إلهي وحنك ويدست فأعطوه سيا ومن دعاكم إنك ولم يدك يرنا فأجيبوه يالا ومن صنع إليكم معروفا إنك وناقي أبا الإذين قالنا فكافئوا أبا القدى فإن لم تجدوا هديدا هلين ما تكافئون وحده أبا القدان بها سقى فادعوا له ادعي جزاك الله خيرا لها حتى تروا إلى استرهدان مليسان أنكم إذنكم قد كافأتموه من أبا القدين سأدعاء أقوة دان صلاة الليل صلاة كلابة حديث صحيح رواه أبو داود النسائي بأسانيد صحيحين حديث صحيح ويو أبو داود النسائي رجاشي يسند مسلم البخاري وكلي كور الشان قيبته مركه وان استعاذ بالله فاعيذوه وحي مركه حمار روح ادو كم بان غور دبات كهيسي وكم بان غلي وا واجب ان مان غليس شي بنان هدو كام بان غلو او حقنا ان سميس اي كو بنانت ان كديسان اي كو بنانت اينا ان الهي حرميس اي وناكسن الى النبي قال عليه الصلاه والسلام هوني تيسو لو مهريي مرك إلهي كم مغان قاش إنو يلي أورد سكت لقد عتي بمعاد عظيم أو لقد عتي بعظيم وفصحان تي أورد يعني شيء سكب بنان هدو الروح إلهي كم مغان قلو إنا ديسو ويكوب بنان تي إنا الحق هذا كقاد كوب بنان وكوب بنان تي لكن ويرين تألا يا مركاسي كقيمة بدن هدي لكن شيء حران يهدي أو شيء حرانة أيوه إلهي مجنجلها يا ولا يا إنا حرام إنا ذيك قبنا إنن بان إلهي كوجيست إنا ما أنت هبل دلها إلهي كوجيست وجهلا كوداري هيك قبنا عن نفسي سجوي لقدر جيسن ماي الاستعادة بالله في المحرمات ما تصير مصعوريس لقدر جيس والله قا قبنا اسمك إلهي هذا بقول صديبا ألوك هذا خطر كوجلين لجود دين ماي وحلقها الله يو ومباحاتك مستحباتك وواجباتك ومن سأل بالله فاعطونه رمي نصبر الحكم كيسا ومن دعاكم فأجيب مرنا واجب النقطة مرنا سنة النقطة ولمة عرس وواجب اتفاق المسلمين وحق السلف خلاف ضمن متأخر هجرة هديتها ولما إسكعادي عسوماد إسكعادي أنا جمهورت وحبا إن السنة هاي وسن وجوبك واجب وصنا هاي وحيك لقادان ولمة عرس النكاحة إي ولا يمتك لك لقاديا تفصيل كذنوع عسانة دليل خاص أيوبا هنا يا لكن جمهورت وصلي إلى هذين بنسكاكسوعان إن هذا مربنا تبروا ما هي اللي ومن صنع إليكم معروف فكافئوه مكافأة ومن مكارم الأخلاق لا من الواجبات من مكارم الأخلاق ويروح ضوح كتر أبال وكتره إن أتقعنت قدود وحقيسته أنت تبرت هذا وقبنيه أتذكره ويده دعاء لقال رباه باب التحريم قوله رجل شاه شاه للسلطان وغيره لأن معناه ملك الأملاك ملك الملوك ولا يوصف بذلك غير الله ومن سأل بالله ومن سأل بالله فأعطوه كان بينك الاستاجع نور إله دار الدس وهي بوسيا كوا مساعد لقى في الجنة أنا لأنه شقي كذك إلهي بيقول سنة أنا جانا وندم بعد جنة إمامك ويدي باب التحريم قوله شاه شاه وحباب هاي روحوا إلى هذين حارانته شاه 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 عند وكلمة فارسية شاه وبقر شاه وبقر شاه النوى الملوك اسكوا قوم مركز شاه شاه بين غوته وبقر كبقر رضا شاه وكل جذا وبقر كملك وي شاه شاهنا شاهن نوحاوي شاهن أما شاهين ضاد شراد وملوك أو جمع وديا شاه مفرد شاهين وملوكتي سكو قبو ملك الملوك تحريم قوله شاهن شاه لا يدل للسلطان بقر الجودة إياه وغيره بقر وحان أهينه سيدا أمرد كلي وزير ذا إياه قضاد كلي لأن معناه في العربية إلا شاهن شاه وفارس وإيراني أف إيرانوي وحاوي ملك الملوك وهي بقر كبقر ذا بقرك بقرات دوا الله سبحانه وتعالى ولا يوصف بذلك أرنك لقمت المامك لقمنة المامه غير الله أما غير الله وحنا لك آي إذن وحنا بنانه أسماء خاص كإلهي أجوني ذا المخلوقات كلها قرين بيكملتها هي وهي سيد الرحمن يو قدوس يو مهيمن يو أيضا نوع عاس إلهي أجوني ذا المخلوقات كلها قرين وكلو وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال
رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم أخنع اسم أي أذل اسم ويا أخنع وأفعل من الخنوع ودلق إيه إهانة مهانة ذوي إن أخنع اسم ما عمدك أدلسن أخرب وحاوي عند الله إلى أكتيسة رجل نوي أي اسم رجل نين مقعيوه يتسمى اسكب بحيي ملك الأملاك بقر كبقر رضوذي متفق عليه في رواية البخاري وكالوحا قلت من يتيم مسلم أغيض رجل على الله يوم القيامة ما لك قيام إله روح وقع رب دنيا وحاوي نين لبحي بقر كبقر رضا قاضي القضاة بيودا دقريون حتى قد قال لمن وهول مقعيها نوع عاسي تسكية بمبونان تكيني هذه أسماء إلهي خاص كأي قشانة وبخطر بأ هذا ميراها سوكا قشانا وامان حد قدب اه ولذلك وانك هذا بنفرد كم مره صحابه هدي لا امانه وحورن جل اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون كان الرجل من الصحابه اذا زكي قال اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون انه لكن شفقه صلاحنا وحدي قدر قيبا دمانه وطهوش صوت مركو قاري واي وحد ربتينا الله أقول داري انت نواد اللي وضع الليضة القاسي باشو مريس وعذر اي صومالي أقوين شرين نيكا صومالي قد قان انا دي الله أمانو أمام داد كان أفر كبه اسكاد دقا بيست أفر كبه دقا أمان تميسان شعلان شرين دي الله أمانو وبي يحيح جرين وي خاتشري شرين روح أدوه سوء أدوه اس أمانو وبي مهما يبي كلي يهين با نين اسفان محدي جرين ريس نوكتي با رانتو اسكن نقطة يضو مقاشي با منقصي هذا لكن يوروبيا قلبت ذلك كي يمد رئيس أفريقيا ورب اللي يماتي ماشى أمريكا تكتان وروح والله أمانها يهبل وعلى هذا وحاوي وجمع ذبل وكبحي مستر بوهي باير دبل مستر وي بروف وي والله ودي هالكا سون وقسل وموصون يلكا هالكا جين هيا أفن وقلت لك نوايا ملاها تكتكي جري وكو حتى فرينا ويسعبين هيا هاوشا سعوتا باللوبك هيا سومالي بدلا وإذن كباها هنا فرطان معت بقن توسيني ترحان بعنا بايدين زو سعود أغيض رجل على الله يوم القيامة والرواية رواية قال لا مالك إلا الله بحديث قدرتي وفي الصحيحة لا مالك إلا الله أحد وحانتسي حقيقة وحانتا أما بقر كبقر نغنكر أن لك أهين ما تشيروه قال سبيل بن عيينة وحوله الرواة حديث كرق وريك ماذا ملك الأملاك مثل شاهي شاهوي ملك الأملاك وأفعال بها وحيلا معناته حق فارسك شاهي شاه شاهو حين وبقر شاهي تنا وملوك أولا جمعية بقر اسكو قابا شاهي شاه بين قنيسا يو ملك الملوك وكلين قنيسا إذن أسماء الله إله إلا الله وأنك سوما الرأي نبي بدلي مقع حكم بدلي إن الله هو الحكم أودي ذي إن أبو الحكم ليلة سحابك أبو شريحها باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد ونحوه حباب هاي ربد الله إسكر عن مخاطبة الفاسق إنك فاسق إله عازي إن لغله الله أو لغو شرف أو لغو ماموسه يو المبتدع إنك قرم مريس النبي طريق النبي يو نحوهما وحي اللمدة مبتدع يفاسق المنافق وكلاء لغله الله أو لغو قيمه بسيد أقاس سلطان ليلة أما سيد ليلة يو نحوه معيها آد قدومية نبضون الحلدبان بلباد قراد وحا ديجة إسان ملاق ما قالوا لي هذا دي سوالي وركي دي وبر إمام حايد من إسلام زمان شيء إسلام وان شيء وقاس نوان شيء قراد نوان شيء وحيا بس دوات فانتين مقعيها تزكيد قيمين توتاه فاسقة هي منافقة هي مبتدع اللهم أقوله لأن الروح هنا الحمان كل شيء حق الدين تيسا حق أن آدم بونسو إسوى جديد إيسا عن بريدة بن الحسين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول للمنافق روح النفاق كتن سنت هنا قل هنا سيد هو سيد هذه هنا سيد أقاس هذه هنا اللهم أقوله منافق نبات كتن سنت هاي وكل شيء إيسا فإنه وري شاني أم فإنه منافقي إيك سيدكم إيك سيدا بهذا لكن روايات حديثكم إيك سيدكم وي رواية قال لا تقول المنافق سيدنا سيدنا هنا
فإنه إن يكن سيدا هدو يهدو أغاس إذين يهي أما سيدكم أغاس كين أون نقضو فقد أسخطتم ربكم ربكم بات كعري سيسين هذا منافق أغاس كدقاتان يا سلطان يا جراد يا أتكدقاتان إلهي بات عرق جلسين معايا لي سيدك أغاس كي سلطانك وحال لازم إن لا أبدعي وحي وناك اللغو أبدعي وحي بنان إن لا أبدعوا منافقي إيه سيدك لقى مرقاته يمد أهجته سجد دبي استأجتنا وتعذيم يوينين يبومبنا سلموني الله أكتين حقير بكيه إلى هنا وحور ربع إنك هوس لوردك وأن الله سمن صلحة يا أهل خير كي أولياء الله سمن يا علماء إلى هيدتك هوس جيي بعده كرس وقاديس إذن سيدني مدي بوحدك تي ها ما أيسان اللهين بعدك ظلمك يوينا ومرك أدقش وظلم وضع شيء في غير موضعه باشا الكاسكة معرض رب الكاسكة منيس روى أبو داود بإسناد صحيح رواية وحديث كله وحكوية من تنققر حسن إذا قال الرجل المنافق سيدا فقد أهان الله إذا قال الرجل المنافق سيدا فقد أهان الله روح قفك هدو منافق كويل هذا سيد باتي واس باتي وهو عرق لي وهو إهانيستي أو قرصدي أو حقري أو بهدله اللوين سبحانه وتعالى إذن كإذن تعالى كي ينوات شوكتان حديث كان واحد قسمين لا يده قالوا أنت كبدن روسو مدك كرو رواية حديث كولي وحاك لو كنت ميد إذا مدح الفاسق فاسق هدي الله أمانه غاضب الرب الله عرونيه الله عروني حديثك أنس أسوه إسناد كضعيف كويمت عند أبي يعلى وغيره إذا مدح الفاسق غضب الرب واهتز عرش الرحمن هذه فاسق لأمانه إلهي وينانا وعروضا عرش يسونا واقل قشا أمان تاسو الدين يا أضمان إسان منافق إسكادا مرتدين بالأمان إسان قالوا وين بالأمان إسان ومسلمين تكسر مرنا إسان مسلمين تنركو كتشيد إسان إذن قيدين تعالى باب كراهة سب الحمى سند كصحيحة حقوف وذا دا فرق شيء وحيلين بخاري حديث حكيم هذا من طريق قتادة من دعامة السدوسي عن عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة بن الحصيب الأسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاري ومركه وحيل هذا ولا نعرف سماع قتادة من ابن بريدة هو تشدد كبخاروي لم يسمع مدهن وحول لا نعرف سماع قتادة عن عفوا من ابن بريدة وعبد الله بن بريدة وتشددك البخاري بأن ليدوه محاجة إلي عبد الله بن بريدة وحول أنت بقول كنت يشنت هجرة قتادة بن دعامة سدوسا وحول أنت بعد سنتين من وفاة شيخه لبصا نكدم بأسنا بقول كنت يتضبط بأن أنت شيخ محمد انتي كنتني شنتي ارديونا كنتني يتضبدي عمري سي بدنك قتاده وحول نولا ولا جوغي ابن بريده بخاري وحكله ولا نعرفه وشدي سي اها الى هو صدو اردي انه شيخ توس وخوغه مقلي هلكاس كو تاغنانيا صدرت لكن حفاظ بدنك او شميسن اعتبارنا ويسكغا تغين لكن ينوس وحق الليين البخاري وحموقان إيسا أدب المفرد كتضوب قولي اللحظة حديث كقصص الحديث كان وكان البخاري وانا أبا بيستي إن الله أقلين منافق إن ليده هذا سيد بأبا بيستي كل جيبه كان وانا كتقي من طريق قتادة عن ابن بريدة عبد الله عن أبيه أبو محمد الداري من وحيري أدب المفرد كي كتبت البخاري الغد الأخري وحقوش أكتي سواك صحيح ولا يقرأ ابن إسماعيل على الناس إلا ما كان صحيحا عنده محمد الدارمي من بايلي صدرت كتاب المفرد كآت دقيق جدا وهي حديث كتير ضعيف كآت صدح عمر الله قارية انت كالواصحة يا حسان وهي حديث قصاص وهي بركة انت أعطينا كتب ننك قتادة ولا متابعي وذا اللي جاد عقبة بن عبد الله الأصم بمتابعي ضعيفة عن ابن بريدة طلع في كتيره متابع الله أمرك وأنفع عيسى قتادة أنفع عيسى لأنه هو مدلس قد عن عنة المدلس وحلو علينا ما رأي سلف ولا طريقة المتقدمين معه
وحاول أقول إلا يكلية عند ظهور النكارة، نكارة إسنادية أو متنية مركي موقته يا عن عنا حلقول إلاياه إن لا فلان ومدلس وقد عن عنا فسنده ضعيف ومحي وأفاره أفاري متأخرين لا سلة له بمذهب المتقدمين العن عن عنا المدلس وحاول أقول إلاياه وعذر لقديه بعد نكارة مركي موقته إسنادية أو متنية حقنا اللوايو نكارة ملك الله تريه وحن لنا أي ماشان لحظة أما يبين الشيخ والتلميذ وحكق أني هاي لأنه مدلس وقد عنعن ولم يصرح بالسماع والتحديث واسدة دعي كرتين ماشي فجر تو ضعيفة وهوش الاسكوها بي حديث كن ساسو ضعيف كن غنية لكن اسكسو بود حسن البصري ومدلس كان ومدلس وقد عنعن وضعيف ورأن شرين ومذهب المتأخرين من الأصوليين والمتكلمين والفقهاء فنغنا فنغو دماءها ولذلك نك الله يراد حافظ العراقي حديثك حلو صحيح كذلك نوونا وارتمش ولما ري شاهدنا وليها ضعف كجر حديثك نسوغي بها الراجحة باب كراهة سب الحمى مهمد وحوي مبتدعة هي فاسق النسك عدي مرافق النسك عدي روايات كيسي انت كلنا والله قياس قادنا اياه أحدك إلهي يقول هوسر لقيه أما عمل كسو هوس دقي إن أضمبون إنسان ودرجو سنلين أدقيسان خطروي خطروي إسك إلالية وقدن كان وحلقو برتا إنه والبمدح اللو تاقو أولا إسك أمانو أولا قفرسن ديبن هذا وحكا صباحاي إسكو هبصو أه؟ كما مغلو لابد المبتدعة محاضر قوني أبا أنت هو شاهد باب كراهة سب الحمى مبتدع لقاه الله يو وأنك قد عيبدع أن أقبل خلاف سائغة مبتدع مذمومك شرعا وأنك خدمي في أصول الدين وفي الفقهيات القطعية التي لا تقبل الخلاف السائغ كاوي مبتدع حكلة واجتهاديات عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب نبوح أصوى قلي قبرنا أم السائب لقلنا نيسي جري أو ما دخل نبوح أصوى قلي على أم المسيب فقال نبوح حول ما لك محاكو قدعي محاكو هلويو يا أم السائب أم السائبي أو يا أم المسيب تزفزفين آل قريريسا للروحانيسا روح ما كيقنده كسي كبضة طيئو قريرو مرضو حتى عيبك بقليسو أيها اللوجيه ده تزفزفين أقريريسا قال وحيت الحمى نبي الله كاري قنرا يا هيسا لا بارك الله فيها إلهي ما بارك هي إذن مفهوم مخالفه مرق ينبه كفهم اللي كفهم يوام حي مر هذا بركة كقاطي وضع يدو وعينتي ودلع عيسنتي فقال نبي لا تصبي الحمى قنرا يا كاركها عين ونبي الله معاي ما ديكرتم حي إلي شيء إن لا صاف صافي إن لا صرب بواسك حقوق ولي مرك لما رأي باب القذف والصب لما رأي هذا الكيل هو كم عدد جبرنا سحابية دعائي كم عدد لكن ولا قفه ما هي وصرب بيني وهذا الملدان هذا التجن مي وتبيني هاي مرك لا بارك الله فيها وام هاي وهذا الآن كعدين عاي لكن عاي لا قفهمك وعاي صرب بيبن فقال نبي لا تصب الحمى فإنها قنرض تذهب خطايا بني آدم بني آدم كقفك سيترترتا دمبي قال لقود دافا ولقود نظيفين ها عاي كما يذهب الكير بوفيم يضبك سود التكسيو خبث الحديد برتحن برتحمان تدي يقلف تدي دحل كيدا صوبا بيو رواه مسلم تزفزفين أي تتحركين حول رقاقيس حركة سريعة رقاق دقدقة ترتعدين بالوجه ترتعدين حضو قرر يساوي وهو بضم التاء وبالزاي تزفزفين وحوي تذا لقد يا هوري زانا والاخنا يا المكرر لبجر لسوء عليي والفائل المكرر فال لبجر لسوء عليي والروي وحكه ولا وريا أيضا بالراء المكرر ماشي الزاي إن الراء لو بدلو أو ترفرفين ليدادو ترفرفين من الرفرف زفزف سماه الرفرف اللي بدله
ورؤيا وحاكوا له وريا بالرأي المكرر رأي لسوء العلي والقافين لبقافنا لآخرية ترقرقين ويمرك أيضا ترقرقين تزفزفين إيه ترفرفين لبدا بوال آخرية صدع مركب محوين وشيكي حركو مد مطنق إنه قطع لي لبدا وشيكو لبدا بوال آخرية تاسورانا عانا وامعي حتى حنونها دنتو أيكو قجرتو إدن بغال القطرة هايو وحاوي إلهي لمعايو دنبا بكو قجرتبا أما حنون كذا شيء أما الحمد لله إسكده لكن هعاي بابون نهي إذن أخلاق دبا لغبريا أفكا دبن هذا يعرف إذا هي شيء بصوبان ولي عليه الصلاة والسلام وحي كهري ما دبا عاي الله فولين ترتيب سوء بابون نهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها حباب الريح بدل إسكره بدبا إلها إن لعايه وبيان ما يقال عند هبوبها وحي الود عيسان لها طبيل دبان عيسان مركب بالله وطامع يكسوه مرته عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصب الريح ضبيشها عاينة فإذا رأيتم ما تكرهون ضبيل القون ستان تدركتان ضبيل القون ستان أو أما أتكعب ستان أما سيقى بضان إن رحلك قصيدة أما قرية بضان فوشيسا فقولوا حاتل هذان اللهم إنا نسألك من خير هذا الريح إله حنك ويديسان ضبيشان خير كذا وخير ما فيها يوحى كجر خير كيسة يا وخير ما أمرت به يوحي لفري أسعت لو أظن للدروة رب أمره يوحي لفري خير كيسة وكو ديسان ونعوذ بك وعن كما قلنا من شر هذه الريح ضبيشان شر كذا يا وشر ما فيها يوحي كل حجر شر كيسة يا وشر ما أمرت به يوحي لفري أي لسعت شر كيسة إلا وخير نقصي وشر كذا نقص حجاب انت اساك قفلا لكن عي هول كلا اي لو بان رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح الريح انت بدنا دي قرانك اي كنت ما دو وريح عذاب وخي انت بدنا مربى اسبدشا وخي كلا رياح با ليده وخي خير ودا اي روب اي نعمه اي نحارزنا رياح با لو استعماله ريح انت بدن وخي كنت ما دا عذابك هذا لبدي ما نبغى ما دام عذاب انه نكون كرتو نحارزنا انه نكون كرتو شر خير حكمي الى شر التوقي وإله كما قال خير كنا وديست وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله ضبيش وحي كمتها من روح الله اي من نعم الله اله النعموين كيسة اله النحريس زي كمتها مركي ادوغ هادا كدبيسو وحي ابدان بيداوينيس حونا يقادي قرن بيقادي هو يقادي أكسجين في عم بيكيني وحبضروا عبر أها يبيلت جيسا أي عفن وحبيها جاجين إسا قشن بين مرات بالكتور إسا روح أود عين إسا يحنس إله الضبي لها كراعي باتير هذا نسمه إله الضبي لها كراعي وحبضن بيباشو قبته برجع عذاب ماء الريح من روح الله ضبي شو حكمتها هاي نحريست إلهي هدي أدونك الضبي اللي لقوا دقال منه لانيس هذه النفط الوحر يقو ميلا النفط لها الوحر يقو سيو البدود ركسنت هاي ضبيلان من ولان كرتيها ولان إلهي من روح الله تأتي بالرحمة نحريس بيلتي مادا وتأتي بالعذاب عذابنا ويلتي أمر بيكس عطاه فإذا رأيتموها مركة ضبيل كعسن أرقتان فلا تصبوها عينا وسل الله خيرها إلهي خير كذا ويديستا أفكي نصوب صدى إلهنا خير كفشا واستعيذوا بالله من شرها إلهنا شر كذا كما قال رواه أبو داود بإسناد حسن قوله صلى الله عليه وسلم أولي من روح الله هو بفتح الراء أي رحمته بعباده ونحريست إلهي أنكسوا نحريست فلا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي نبي عليه الصلاة والسلام إذا عصفت الريح ضبيل هديك عض أمرنا بطه قال وحرج اللهم إني أسألك خيرها الله وحنك وديست خير كذا وخير ما فيها وحي كجر خير كيسانك وديستي وخير ما أرسلت به وحي الله صدر وناك كيسانك وديستي وأعوذ بك الله وحنك من قال من شرها دب كذا وشر ما فيها وحي كل حجر شر كيسي دب كيسة وشر ما أرسلت به وحي لله صدري لبكي سنة وكامان قال إله وانو وحي خيري وناغان كابر يا شرنا وكامان قالوي قبض هذا الك رواه مسلم
ولي وحيد دبا صوتا شيغا وناغسن ان الله ويدسر كان كم انغل ادو افكادو ايدب ليهايو او سن بصر حمونن باب كراهه سب الديق ديق دواقي قيقي الى هذا اسوين العايكري من ربنا خير بدن باكو جيره وحول بركيسن لو عونو من ربنا صلاه بيدين توسيا يا اذان كي صلاه الصبح مركه وابا نعفي محل لو عايو حيوان كما النبي حقي سيسينا يا كوشيغي وناقيسي بن ادم كلي مسلمين كلي جوجي. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصب الديك ديك الجمعيه ديك ديك ومفردك ديك يا لعاين فانه يوقد للصلاه صلاه الفجر بكوتوسيا صلاه الفجر بكوتوسن ساعه دمو اسلكي سحورته كوكيني بل ساعه ساعه يوضوق مركه قاركو ظهر كي بكوشي وعصر كي بكوشي ومغرب كي بكوشي ديق مجرب كيه سيدا ساعات وشقيين واقه عند العرب العقوني وبهاب سوق قال لك علي ديقاني وحول لا دير ياين وديها كو ريمن هيو وكما بدن كو دلهايو وحو دير ياي وا مقف وي ما سيري شنطه وقت بو كو ادمايا ديق مد اسك دوا قاد كورو تلاد كو خماتي وحا جرا نين حريفه وي قال وي قال عارف زني امين كم سيدا وي ساسين وبدي حديثه وحي كنت مديق مركو دواقا اما ديقت اي قيلدو نبي وحور اله خير وديستا فانه يرى ملكا ملائك بو اركا ديق مش اي يو بلايده كلي دميره اي اركان شياطين اي اباليسد اي اركان ديق ملائك بو اركا ملك مركو كا اغدو يها دعايسته ملك محلو يقانا امين بو قودي روح مسلم مركو خير اله وحايسي امين بو كولي هي اديق ايو دعاء يا دعاء يا امين ثم لو قد اسرعان او شو والله فرمين هيا صدرت معيدن صومالي له امين تندي امين ثم ملائكه كلمي لو كان كدعين الى الصمد كاقبل هذول محين لي الله موجود في كل مكان بينته نقول دعاء سي الله لو كان كدعين هي حق لا اقبل لو كان اقبل ما يدهان دولكا كاقبل ما يدهان يا يا عرك كاقبل هاي الله وفطرة دي بيكوها الله يا مركا يدا فطرة دي انت كاكا كاتشن ما تريدي يا كاكا كاتشن يا فيد ميرت اشاعرو وحكا انت وي محدد اه مايا 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 عركا وحوي هاي وقبلة الدعاء وبنتو قعنكو الزميس روتو كلوي حقيقو تالا حقيقو تالا موفو كلوي كتاب كلاه كاكينا وسنة كاكينا هذا السلف مجي أيها سامي زري إذا بن آدم قرن بيقضوا بنتا يا وشا يا ذا قع هذا الغاس يا ذوق هاي إلى يوس بتشرا كهاي أعب الله كي بركة قود عبير كذا تعرف حد قبض هل كان يقضوا بنتا مركب بشيك برلي ده كله كيدا باب النهي روضة باب النهي عن قول الإنسان مطرنا بنوع كذا وكذا تريد الله يسكر ربي إنه روح يداه مطرنا وحاربك إنه الجسي يوم كل ربع سنة بنوع كذا أي بنجم كذا أي بطلوع نجم كذا نوع واحد دقة أما هو منزلك منازل القمر والنجوم حد جيب له حد جيب الله فريسي من ربك كله اللي بمعنى أسرع ربك كان أي هذا يتاعي قال لي ما يسكر دمرك هذا يتاعي حلقة حلقة شيء كوب ما يو إله بمامك وتطهينا لبملها عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله رسولك الأبى نتجيي صلاة الصبح صلاة الفجر نتجيي بالحديبية ماشى اللي إلى هذه مكة أولو في إثر سماء رب دبدي سماء وإنك زمر إنه رب هاي إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضاب غضابا السماء هو اسم جنس كل ما علاك حك وكاجر سماء لسكير هذا في إثر سماء أي بعد سماء أي بعد مطر خب قداشي أيان ينبغ أن تجيي صلاة الصبح كانت من الليل حال الرب داي فلما انصرف فمكو صلاة النبي وكبحي أقبل على الناس تفكي بسكوس ومجير صوبانه فقال وحوري هل تدرون مؤكته ماذا قال ربكم ربكين حال مكو ربك داي وحوري قالوا وحيدهن الله ورسوله أعلم إلهي الرسول كسان نقول قال بدنه قرن هياد قال نبي حول النبي قال الله إلهي وحول أصبح من عبادي الضمي وحواق أبريي مؤمن بي وكافر بي أصبح من عبادي الضمي وحكوا بريستي مؤمن بي من أيرهم أي حال الروب كسببك وكافر بي
مد او غالوباي روبكا كو غالوباي سبب كو غالوباي اني غني او غالوباي فاما من قال نينك يدي سومها مطرنا بفضل الله ورحمته روبك وحان كو هلي الهي جلدي ينحريستي فذلك مؤمن بي كاسي انو رميهي كافر بالكوكب مهم جدا فقرضا ان اذا انفعده قل يا خوارج تا غلادا يا حكولين وحا شرطة روح لا اله الا الله مركو يجاهدوا انت ما تنفع لا اله الا الله محمد رسول الله مركو يجاهدوا ولي اسلام او مسيح اصحين حتى يكفر بالطاغوت انا ومحان لنا هاي لا اله الا الله محمد رسول الله روحي يجاهد ظاهرا فقد كفر بالطاغوت فقد كفر بالطاغوت حديث ما رأيته نينك يري مطرنا بفضل الله ورحمته قابس نبي محكيري إلهي محكيري فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وطاغوت كيا أظنك محكو قابس ذكرية إنه إلى إلهي وحان روبك كوهر الله بفضل الله ورحمته إرأي قاسي والله بشب نفي إثبات بوته إثبات للإيمان ونفي للكفر والإيمان بالطاغوت سلف كنا كل وزيزة سيليه ومن وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله بخلت كفاميل لا إله إلا الله محمد رسول الله بوحيته قولا واعتقادا الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هذا إثبات كذلك نفق ما قالوا أنت معايزي كنيس إلى روحي قال لما قالوا مضحبنا أنكو أرقنو وحنوي هاي مؤمن بالله كافر بالطاغوت يعني كاهو سبحانه وشايدا مدك الإسلام كحقيقة يمدك حكم غاسكو خلدن وأما من قال إنك إذا أسوك أفر سادع سيدة يكسو عطاي مطرنا بنوء كذا وكذا وحان لقو الروبية ونرو الروبسية ونروبك كوه اللي حدك يهيب لها أرعي يهيب الباسكو هذه أفق ألبا كان لفريستي هؤلاء حاسان روبك كوه اللي فذلك إنك سيدة يلي كافر بي مؤمن بالكوكب أنو يقول كفري حد جنوار رمي متفق عليه والسماء هنا المطر لأن السماء اسم جنس وكل ما علاك وارتفع إذن معناها هالك كجروا معي حد جها يوحيابها منازش يضيح يهولهاس كعلم التسيير وصدى أم إيران يسيء وكلا صعبين يدبن وكهل ليني ولا اسم لها لكن هذا الحوادث تأرض جاه أما سفل جاه يكون كوحة كرنا عيا يقال أبتير الصوت تأثيرا كفر بين قنيس قال لي بين قنيس باب التحريم القولي للمسلم يا كافر حباب هاي روح مسلم أنا كنت هذا قال بات هاي أظن قال لي منه كوجين إني حارانت هاي إني حارانت هاي ورد إنه موسى دينه قال لي ما تاي حرام وإيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه روحه الدكيلة دولالكي أفرس حديثك وقيدين يعني لأخيه وحال قوه يستوى إن أدوالك مسلم أكتر هذا كافر إما إن القوه يستوى نين قال لما كرد عيوى كافر نين هذا هو لازم هديك الأداء قالوا بي حديثك لأخيه بوري ما قال بوالالك نين شرك كل فلين هي موالالك هدو والالك يا أنك والنومتي جن إي بلاي شياطين أباليس وعلى قوة إذا قال الرجل لأخيه يا كافر أكويلا فقد باء بها أحدهما وذا حيل لأخيه وباعتبار ما كان وذا دو نو ترتيبية بالدليل فقد باء بها أحدهما كتوسيس حليس نقوم هايس إنت انضمان ربكو قبين باء ولفتك نام فعيس فقد باء وحال الله أبطي بها وردي لطورة مقالة أفلاقادة وحا حنبار صدي أحدهم يتكتبا قادني فإن كان كما قال فإن كان المقول له كما قال القائل ننك اللي يقول كافر هدوي تهسدو يقول ننك ظاهرا لا حقيقة هذا كبر رغضي إسكي إلالي جفاد بكبر رغضي فإن كان المقول له كما قال أي القائل ظاهرا حكم حكود سنية هاي ظاهر وحدي كاقم مقضى وحساب مع الله وإنت كالي هذا لكن حقيقة الأمر أي تهي حقيقة الأمر روح لأغان كان مجرد إلا بوحي شخص النبي محمد تكفيري أما قاليسي ألان أمك على ما أحد قال أدوك أما قالوا هل ذلك أفقر من ميزين غنيس
باب الكفر والتكفير ودن هل خريت تغيسا اسك الى عليا وشا قوليا فهم واي قردو عيدنكيس و الى اصليه ميل بو داتسن ميد كودي داوود والا رجعت عليه معقو قسليزا والا هادو سنهين روحي وخ لغه شيغه و وخ لغه شيغه و سنهين حق موقالك ساري رجعت عليه كي ديباي كوسو نكون marka hawl sida uu khatar ah kafir sawu muttafaqun alayh waxa ka booday teori kuwa ay uga daa kuwa ay tabar baan u lahayn kuwa ciidan baan u lahayn local qaybi sax wey وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله يقول رسول الله ابو مغلي صحابي قاس حكيم الاهد الامه زايد من دعا رجلا بالكفر نك كشيغا روح مسلم قال نم او اما سقال اذا عدو الله يا عدو الله عدو اله يو انه قال وتكفير هذا قال يسين عدو اله يا نقطه ومطلقه كافركم بالنقطه وليس كذلك سيدنا وصنه عدو اله روح معها قف ما عدو اله كل هذا galimana kuma soo dhicin xara alayhi ay raja alay aday kugu soo laabanaysa muttafaq alayhi ruux muslim ah dad galimana ku tuurto meel aan dhicmeys ama aday dusha ka fuuli ama asagay bay ku yey ku baxaysa hadaba marka ka fiirso intaadan falin ka fiirso ruuxa waxaadan ku arag hasaari hadii laakin galimana ku aragto waa waajib inaad galimana xukunto hada islaanima ku aragto waa waajib inaad islaanu xukunto هذا الإسلام هو حكومة وقال باتها روحي إسلامي موجستة ميشو دوني بهاتشوغي هذا هو أنه هو مسلم هذا مسلم أهي قف قد قال لما كوكتهي وحاضو قال لما كأمن سنتا كوكتهي قد كوأركت قد قال له ويدنا هذا قال لماذا مسألو إن بضم بعد كرواقة ما نفهنتا لكن مروا بنكوها لبحدونا أما آخران نقطة ما دونها نقطة فهم سيده وفهم اني وحان كدغالميو وحا ويو قف الاسلام كو اوغتahay غالمن ادان كو ارق خري اسكا الىاليه قف ادان غالمن كو ارق نينك غاليسيه بري بان كاهي في الدنيا والاخره خيرنا ايماها ليمنا تيرين كرو صاحبنا منهن ارضينا ايماها اخر يدون بري بان كاهي بين لسو شيغي قف ايدان غالمن كو اوغين نينك وا غال يدا هدا وا خارجي اني تولكاي ماها رم علينا ما انت ما ادفنتي انت هذا ما كفتم وي قفك اد قال لما كو ارغتان نينك غاليسين واينا اني خرتيد ما بري باسنا كا لبا دابا لبا شيطان وي لبا مسلمين ما هي بين لدين شيء نين قال لما كو دفلين نينك كوفيد كو عاميا بري بان كا نين الاسلام كو اوغتين ويدان قال لما كو اوغين وا غالنا بري بان كا هاوشا اسك الىاليه لبدا دبغليس كنودين بخين هي بيدونا يا سيدين قوين ان بدن بايدين شيغي دبغليس كو رغبدان بو بخاي بيدونا رغبدان بو غوداي لكن ميزان كان انكو سوتان ولا اودي واي ميزان كاس دقيق ال ربا حقي حق من هوغ بايدن ما حد كو ارغت علامات الاسلام wax gaalimana kuma ogid muslim dhah wuxuu qarsan asaga u taala ha ka soo baxo meesha ugu xun adduunka ee hadda lagu naxab yahay talaabiba ka soo boodo hawlku u taala ma magaalada koobta magaala waxa lagu yiri meesha ma arta ha zinadi iyo khariisnoodi iyo balaayo dhan in mooryana in qayisha in beenalayaala tuulo ka fisqi badan nin ba ka soo baxay magaca abdullahi faasiq baad ma dhigi kartaa maxaad u dhigi karin maadan ku arag islaanimo muujisanay waa soomaaliya oo salaad ahaaya tuuladi hebla ahayday fisqiga badnay zinada badnayd ee isku korkorahay buu ka yimid oo zaniba tama dhigi kartid ahkaamto nooca ruuxa weynad ku ogtahay nimaad gaalima ku ogtahay in masaaadku ka soo baxay ma soconayso kaabada ku dhagan nabiga hal dilo كعبد بيت الله حرام نين كو دغانا ايو نبي هل دلو مر عبد الله بن خطل فليقتل وان كان متعلقا باستار الكعبه
كعبد إلهي بيت كقيمة بمئة أدون كبوعك خير بدن كم تعلو بيت الله الحرام روح يسوع كل جن أو ملتزم كحبت كهيو أيه هيان لا أنا كافر باتم معي لي قال لي من كوجنا مشاهد بقصب بحيس كي إلالي وحبك ما جن واش كبر لي ما قام مشاهد كده فلينيس مشاهد كيار دشنا محمد وكنت جن بيت الله الحرام يا دشوا قدام ضيعت راي كفار قريش مشركي العرب إسلامكو يقال لماذا وأفعال يرقن روح صميه ماها وحدي جيسي لفتي سلود سكتر سن ماها بالرباط كرد غاقي واتقصوا النقن يمسي كافرا ويصبح مؤمنا والعكس صحيح نينك أذكر تسوي الهبل وقال كاري دمحات كوكتا وحاي وحسن كوكا ها هبل ننحو ومحاي وذات مسالك صبحي وقاليسين هي وابدانا لأضاء وحفان سنين مركا يدا ورئيسك هذا ورذات كان سبب من كوي ونقيه بدل ما رجاي محد كوارك حضرك وكوار كورته ورئيسه إيه هقدد كلية مجرد مساعد بقصه بحي عبد الله معن عزب حقصه كان آخر الزمان كا مساجد المنافقون ببحدون طبع دتك إسلام كشكتب ولا آخر الزمان كن كل جاره مساجد دتك أقبل وحين غندونا منافقين نفاق زي أما أكبر هالنقطة أما أصغر هالنقطة أصغر بانكو حنبار إنسان خطر له قالين إسكا إلالية سمد لاوي هيدن بيه روح الباص سمدي سهقاتو تارقض قوة تهلو قد يجيو بلال دنبركي سلومت دي ذكر شريف إيك هذا هذا باشا يقصي بلارين انت أنك قطك حارة رجع وي حارة معنى دوا رجع ما كان درسي كبه شريف أسرقنا دي سؤال قبط أشرف لما عدا دي اللي دوا هالسبا لوجل هياي باب النهي عن الفحش وبدائل اللسان وحباب الربيت الاسكر عن الفحش افحمدا افلغا ددا وبدائل اللسان يا عرب ديردا عرب كانوا سرقتا للربا او حشودو حتى مر خاصه موين اد ادبسو عن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن حتى يكون صمر دور كور ليس المؤمن مؤمن كما يسكترن ما المؤمن الكامل باللوجي ذا لان اسم الجس او اسم الفاعل اذا اطلق حمل على الكامل منه ليس المؤمن روح مؤمن كوي كما يسترن ما في عن بالطعان مد كدرد بدن مد درد بدن ان وحل بدره ولا اللعان مد لعنت بدن ما روح مسلم كا مرمر روحي متين لو تورها ولا الفاحش ان افحنا ما ولا البدي من عرب ديرنا معها روى الترمذي وقال حديث حسن وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش ما كان العنف نوا في الروايات ما كان الفحش حمه مقله حمه يقلف سنان تمقشه في شيء وحدور مهن نقض إلا شانه وعنبارية وابئية وفول حمية وما كان الحياء في شيء بعض الروايات وما كان الرفق ماشي حياة الرفق اللي قليه وما كان الحياة وحشودكم ما قالوا في شيء ما قالوا إلا زانه وابلة وقرحية إذن حشودكم وحمانته ولا حشود ما خجلت ضعيف لماذا حشود لما يراده وخور ويان يخنوع يذلوي روحوا إنه حق كل يرده وناقة كل يرده حماها كل يحضو أيا حشودكم اللي يقنع فحشونا وححنا لقى السريق توي يا فحشونا وححنا لقو أتكادو لقو دقى أديقو أما لقو إن أديقو رواه الترمذي وقال حديث حسن باب كراهة التعقير في الكلام والتشدق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق العراب في مخاطبة العوام ونحوهم باب دير بكل فتشيخ وحوري كراهة التعقير في الكلام هذا الكه ودانك لقى بحيو أفكل مروجي وفصح الله يسكر هذه نين أفتهنا وعد كرأ ونقري عيل أهين ومركو هالله هايو بوعضة كهالله قل قول الله صبعه إن هذا سكر دكتو ما نبدأ كوكو قليه ترتيب دك واحد شيء كرت الشيء التعقير من قعر إذا تشدق بكلامه دامنك يعاونك ما كتب حسدوي هذا الدرتي سير تضغط الطبطين هاي يا يعني نوركو قد أن التعقير كو يتشدق وايسكم مت تشدق وشغك وشيغ يا ذنب يا تعقير كو أما تقعر كو وايسكم مت وايسكم معنوي وين صبر الحديث كي يو معنيه السبب كراهة التعقير في الكلام
هذا أو لجتجد أمل وينيو إن لكهده يو تشدق فيه أفكار لجب حسده يو تكل في الفصاحة فصحوا لسكرها بلاغ نمل بلاغ لسكرها ديو هذا الإناثه هذا الكهيل متكلم أنا أذكر هذا تكلف تكلف الفصاح يو استعمال وحشي اللغة اللغة كذا غريب كقول الراديو أري واحد هذين يسابق كل فدي فهمين سلويلا ورمحوا في الصومالية قان ورشيخ محب بلاغي قان أفف كل استعمال عشان بقوله صنكور صومالي بعض صوب بعضي وعبان واحد لقى قرنا ما بجر وحارو هذا كينا تريز تقول ويعملونك بلاغي قان وحشي الكلام وحشي اللغة وغرائب اللغة أريد غريب كمعه واللي برسين لجرانين نينون لغوي ما نكلون فهمين نبضوا استعمال إذا برشوين تي يعامري إيوه ودقائق الإعراب إعراب ككيسة اللي برسان جمع دقيق جمع دقيقة عفوا إذا دقائق المحل وجدة تراكيب واحد استعمال إذا إعراب كيسب إن لا هلا يضقتها مفعول كي واحد يجي زميل ضمبي وعنو عوامل معمولات متعلقات بط تحت دقيس إن لسكو أديه أوه الله ترتيبية وقت قدريس وحام هذا قدن ليه إن عدد كرجيسة تو أول جودة هذا نينكم وأفتهن أفتهن وي وحاف كيسة كرعها يا قورم أنت أصلا ممنوع تاي هذا العلماء اللي حسابتهم يسها علماء هذا اللي حسابتهم يسوا ورا يكون مدحوريران بدقريس إنها كلاقي هم يرسدين لكن نحن لو قالين في مخاطبة العوامي بلشوي انت لهذا الكيده يا ونحو محر طيرت هذا صوح برنا يسلمتك لكن هذا العلم الله الله يزو اخري خطبه مقدمه او قري بدر الدين العيني في كتاب شواهد الاعراب شواهد شواهد الشعر لألفية مالك شرح مقدمه اخر وين القاموس طونته هل حبه كيف ميش أفر بيجو مقدمه حسن وابشك كه الله يو نن عربية ذا كون ربي عليه بفهمك روح كه الله يو قاضي عياد مشارق الأنوار كسم مقدمين سأخري جوهر السحاح عفوا فروز عبادي قاموس كيس القاموس المحيط آخر مقدمة ديس هدي علوم حلوق ريو حوي لغتها سوقي ايو هذا الدبلوماسي ايو لغة الصحافة ايو لغة السكرات حلقوم قرائيو فقه بالقريسة لغة الفقه علوس ميزاما لغة الشافع بالقريسة إنها تكالا قاديس محايل العلومات إنها اللغة يذكرس وقاد ومستواه كوها الله هيان مستوى سراء ونغضاء الدونية سوق لي ذي علومات إنها أفضل نغضاء الله مرحبا باش وين كلا سر ريس نين علومات أركيسة دكتور دان وقرية فن الحديث حكو قرية وكو قرية لغة الصحافة جريرة القبس أهرام إيو وركو ذي ماشاء الله سوى شرتك هاي هي جريرة العقاب حلا بوق الممنوع في مخاطبة العوام ونحو شرطي أما مخاطبة العلماء والأدباء واللغويين وإن أي حين تؤب هذا المركة أخريان هذا الكاذا وركا إنا فاندن بيلتا عاني مسعود رضي الله تعالى لأنه اللغة العربية ومن الدين إلا إلى لي النسق يدي ترتيب كذي مستوي كسرعتنا ومن الدين هذيك لو رميسا ورميسا ويتقيسا فرض عين وإلا برط من حيث الجملة لغة العربية من حيث التفصيل لو فرض كفاية حي أحكام بضم باكو حران عن ابن سعود رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك ويهلك سامي المتنطعون وكو استيرحية وحول بسكت هاجة نيكن افكه تاكتاي افكه مروجينه يستيرحين يا زومبا قال هنا ابو حول وداسي ثلاثه صدح جير بو خلي هلك المتنطعون اي المبالغون المتكلفون في الاشياء وحول يسود بيان اي سن تهلك كرين ويسود كرين رواه مسلم المتنطعون حوي المبالغون في الامور من غير حاجه كو كخيل ديراده اي اسكو ديبا اي اسكو كلفه فصحه اي سن لهين سو افغرو نفس اسكا قاده هي وعن عبد الله بن عمرو عاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض إليه ونعبيه البليغة من الرجال البليغة من الرجال نينك أفتهنك الذي كاسو يتخلل بلسانه عرب كيسو ريجية كما تتخلل البقرة بلسانها سينفك اللغة عرب كيسو ريجية
وارد النف كحولا مكو داقي عرب كساو قرن هيا حوسك كسو قبنا ساس أوريجنا وحبو ساو أوريجنا يا عرب مرة أنا حق أورد مرة حق أورد من لحظة إله اللي جايو مرة كربو هذا مرة هوسب مرة وون نقطة إلى أوريجيو أضاف صحيح عد مرلني إيو عد كرنا مسكر هذا ليا والتكلف يا قدر صدي رأوا داود الترمذ وقال حديث حسن يبغض البليغة من الرجال أي الذي يتكلف البلاغة توي نكي سجي أطاي طبع أطاي إلهي من نعبه مركي سيدنا نقول على طينا عرق كوريه وحواسي كاءه أما بليغ بابا طيب من حيث الطبع اللي هو ما هي استلقى له وتكلف كي بلاغة إسكرادنتي فصحة إسكرادنتي. وعن جابر رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي كو أنا وأنا أقولش على وحاكم إذا وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة ما لك آخرنا يقف فردوا حق الدرجة ذي منزل يقولوا أحاسنكم أخلاقا كو إذن كنت طبعي وناكسن إذن كنت نقا وناكسن نبي حوري صلى الله عليه وسلم كو أنا إذن كنت على وحاكم إذا حق آخر يقولوا حق بوسكي مجلسك وكو نقا وناكسن وخالق الناس بخلق حسن. وإن أبغضكم إلي أي من أبغضكم إلي حق يكون لو قلنا عبيا وحاكم إذا لو قلنا عرب بدني أنا أقتيد عند الله بقى وأبعدكم مني يوم القيامة مجلسا آخرنا يقفك مال أنا إيد وين لقط ورايو أثر ثارون وكور كبدون هذا المسكس على الدور سيد حيدا طبلا صاري وأنا موسين أنت ربقش وح إذا نروح هذا الكسادوب بتو قف كيساب بدنية روح قف كيساب بتنا دبي كيساب بدنية هلا إسك إلى لي هذا البدن هان نبي حشية هذا من معنى له وحكمة ومدى وعترى يغجر كيليس كليكو قابسو أثر ثارو سيد سبا آموس كو حكمة كدلاتا كلسوين نفسها كدلاتا ويناني عظمي هيبة كدلاتا لقا هيبيستو مروا البو هذا الكادو أوبتو شرفت الله عيسى قوبت الله فردي شب اسكرد من راح يستورد اسكفرد كوب كذا شاء اسكعب سؤاله ويديه مهم كالجواب ضروري ان كان وذكو درجة بيليسا هي بدأ اذن كجد تجي شرفت اذن كل دعي عرورت اصلا كفرت اذن كجي المركة الضنب آمس هو مهم آمس هو مهم هيبة يا شرف يا مكان يا دجنان يا قدنها ضربته لب أفكارها هذا وحي خير كهذا وحي الودي سؤالك كجواب هذا مؤرخ مهم يا مناسبة يا مصلحة وحي كلك قبس ندجن وأخياره وهيبة وشرفه وغير كلك جلاد نقنيس ده لكن ضروري أنتو ورد فوديد مسجد الله تنادي أثر ثارون كوار كبدن والمتشدقون كو دامنك يا عمنك بحسديه وفصاحي اسكر هذني والمتفيهقون واسق سو شوس من الفهق فاقوا مع وال امتلاء افبحسون وي متشدق يا متفيهق واسكم معنو سدا اسكم معنا او هاين تقعرك ايو تشدق اتومرتي المهم كو وركب بدن حقنا افك بحس افك قلوعشه فصاحي اسكر هذيه اس دبا نبي وان نعبه هاي بود رواه الترمذي وقال حديث حسن وقد سبق شرحه شرح الفاضان ثرثار كي متشدق ايو متفيق وصهر مري في باب حسن الخلق وكصهر مري ثرثارك وكثرة الكلام ثرثارك معها متشدقون وانك صهر مري والمتطاول على الناس بكلامه او الذي يتكلم بملء فيه تفصحا وانك صهر مري كان صد متفيقونه ومتك أفك بحسد هو هذا الأفك يسكب وحيه وحي الله المال وحاصله وتكلف فصح إسكرادين عطوسن عضمن لي إريه إريه لي أجد وحاصد إسكرادينيس إذا وحان ربك سارين عليسنا أنكو كلام مغنين عليسنا كلام مغن حاصد بيسا ست ترتيب وحشة هذه سجية طبع تاوي ربك بحال لأي تاي وأبور أوي هي دم بماها وحال غوها يستوى إسكرادين تقلب كل صعوده باب كراهة قوله خبطت نفسي هذا هو حلولي لو رأيسكم معنا متك قرح صندورة كبرو ويحرمان تهي يؤور بيلي تهي يوى حامله يوى حبي سيدة وعيسكم مت
أفرت إرواسك معنو مطيم زما ولك ويكال قرحسني إريا يوسك مدى مدك قرحسن النبي وقدورك له عليه الصلاة والسلام. باب كراهة قوله إن لك هذين أتجاده خبطت نفسي نفتي ذي بحماتي ويدلوذي ويآفوذي لأنه خبثه والنعبية إما هو خبث عرفية أما هو خبث شرعية خبث ميشو كيما دواليتا أما عرفا يطبع باللون نعبية هاي أما شرعية هم باللون دي دي هاي ما حد كدوني سألقا وحن نفتض أنه قلت الماميس عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم متكين يصن أرن خبضت نفسي نفتي ذي بحماتي ولكن ليقول هاي ذا هذو لقست نفسي ذي بداشي ويهب سنتي ويجر قابسي قابس لقست يخبطت اسكم معنوي لكن ويكلق روح سيهين ويهرمان تهايه ورئيس لبا إرأيه في الفولحون ويبنادك اللي قيل هذا مقر روح سنو وانا حقيقة لبا وحامل يؤور بيلا ذي وحبي سيدانا وقر روح سيهين لغا نديدي مهايه إلا واقع دمضيه رمضه قويلي ننكي قبر إغا صدونا وانوقع عن قادة ياب أنا يقول مات نكون تلسه شيو كدمنا أيضا أي كان ستو يقول مهر ترى ديار بان هايو وانكو مهرنا لكن أنا قدوا قبر هذا إسي بود بايا غانو ما كلا ويدينا وحو شيغي وحانا شيغين. باب قال العلماء متفق عليه قال العلماء علم وحيدة هذه معنى خبثت وامحي غثت ويداشوي غثت غثيانك ويحماتي ويهبسونتي أما كيل الله بضع يلالودا دي جرتونو كلا وهو معنى لقست خبثت معنى لقست بين لمتاي ولكن أصي شيء كريها النبي وحوك هذي لفظ الخبث لفظ حمانتا إن عرفوا القدة شيء أيو الدين النبي وأفقباتي الله يرويسكم معنا حق حقيقة لكن دكت أكل وناكسن باكرتا والسماجية وقحائس كتيرين إريد الدورتا إريد هذا الكلام كلا دورتو والقاسم كتشوغا مزيه والقاسم كتشوغا والله سبحانه وتعالى أعلم.